نطمن على اخبار الاتهام كما نبص ظلمنا نادي شعبي في هذه الليله البورسعيديه. استاذ ممدوح القواليني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر الديدان وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كره بلدنا قناه ال سي سي، وتحياتي لنجمي مصر الكابتن جمال جوده والكابتن حسام هويبه والناقد الرياضي الكبير عمرو الدردير. نادي الاتحاد السكندري يواصل استعداداته لملاقات الزمالك بذهاب دور ال 16 للبطوله العربيه زايد الخير يوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الثامنه مساء. اليوم حضر المران الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري داعما للفريق والجهاز الفني. عقب المران تجمع اللاعبين على مأدبه عشاء جهزها لهم كابتن حلمي طولان على نفقاته الخاصه داخل الفرع الجديد نادي فرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري. ثم اعلن الكابتن حلمي طولان قائمه الفريق اللي ستدخل المعسكر مغلق بدايه من الغد. اللاعبين هم الهاني سليمان، محمود الزنفولي، محمد ناصف، احمد مجدي، كريم الديب، مروان النجار، بازوكا، ويلسون، نور السيد، رمزي خالد، محمود رزق، احمد داوده، ديدي كوريه، خالد الغندور، رزاق سيسيه، احمد الالفي، فوزي الحناوي، خالد قمر، بناييني، محمد حسن جبته، ومحمد عبد المجيد. طبعا ضمن الاسماء ال 22 لاعب في قائمه نادي الاتحاد السكندري رزاق سيسيه واحمد داوده موجودين ضمن المعسكر، سيجتمعون غدا على الغداء في فندق الاقامه، ثم التوجه الى استاد الجيش ببرج العرب لاداء المران الرئيسي في الثامنه مساء نفس موعد المباراه. طبعا بيغيب عن نادي الاتحاد السكندري في هذه المباراه عاشور الادهم لحصوله على انذارين في مباراه الترجي التونسي في دور ال 32. تذاكر المباراه تم طرحها اليوم وسيتم استكمال طرحها غدا في 11 صباحا في الفرع فرع نادي الاتحاد السكندري او المركز الرئيسي لنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي. محافظ الاسكندريه يكرم فريق كره السله فريق نادي الاتحاد السكندري بطل العرب يوم الاحد القادم بدمام محافظه الاسكندريه. ومحمد مسرحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يحفز اللاعبين بمكافئات ضخمه في حال الفوز على نادي الزمالك. سريعا هنروح لنادي سموحه. سموحه يواصل استعداداته لملاقات الانتاج الحربي في الدوري العام ويجهز علي ماهر لاعبيه بمباراه اليوم الساعه 8:10 ظهرا امام فريق بهيج احد فرق القسم الرابع في الاسكندريه. وطبعا الكابتن علي ماهر خرج عن صمته اليوم واعلن ان من اطلق شائعه استقالته من نادي سموحه مغرض وان هناك وئام بينه وبين مجلس اداره نادي سموحه وايضا مع المهندس محمد فرج عامر، واكد ان هو يسعى لتحقيق انجاز مع سموحه هذا الموسم. دي كانت اخبارنا في الاسكندريه سواء اخبار نادي الاتحاد السكندري او اخبار نادي سموحه. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكواليس.